وديفيد مادن محلل أسواق في إكويتي جروب ينضم إلينا. ديفيد، دعني أبدأ معك من ما انتهى منه حسين، وهو موضوع العودة لارتفاعات عوائد السندات الأمريكية، تحديدا عوائد العشر سنوات التي تتحرك الآن عند 3.96%، وبالتالي تعود لدعم الدولار الأمريكي مرة أخرى. عندما تنظر إلى مؤشر الدولار ديفيد، أين ترى السقف، وخصوصا بأنه نحن أساسا عند أعلى مستويات في 20 عاما؟ أعتقد أن الارتفاع الصاعد واسع النطاق في مؤشر الدولار سوف يظل للمستقبل القريب. لقد ذكرت عوائد السنة العشر سنوات والتي وصلت إلى 4% تقريبا، أيضا كانت في اتجاه صعودي أيضا، وليس مؤشر الدولار عوائد السنة العشر سنوات أيضا ستظهران أي علامة تراجع. الفيدرالي الأمريكي الآن لديه الإصرار القوة في الاستمرار برفع معدلات الفائدة للتعامل مع التضخم، على الرغم أن التضخم بدأ ينمو بوتيرة أبطأ في الولايات المتحدة، إلا أنه أكثر من 2% المستهدفة التي يرغبها الفيدرالي، وهناك من يعتقد أن رفع معدلات الفائدة سوف تستمر. أيضا هذا ما يؤثر على الدولار الأمريكي، ومؤشر الدولار كان يتصرف على أنه أيضا هجرة إلى الجودة. إذا نحن نشهد مشكلات في الاقتصاد العالمي والصراع الأوكراني ومخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، وأيضا كل ذلك يؤثر على أسواق الأسهم وأيضا على أسواق السندات، وبعض المتداولين يتوجهون الدولار الأمريكي. إذا ارتفاع العوائد والهجرة إلى الملاذ الآمن والجودة هو ما يدفع مؤشر الدولار الأمريكي، ولا نعتقد أن هناك أي علامات على تغيير كل هذا الأمر في أي وقت قريب. من بين العملات الرئيسية اليوم فقط نلاحظ بأن الاسترليني يحاول أن يرتد بعض الشيء. كيف تصف هذه الارتداد ديفيد؟ يمكنني أن أقول أن هذا الارتداد قليل مقارنة للخسائر الكبيرة التي شهدناها أمس، على الرغم من الاسترليني قد ارتفع ب 0.5% فمقابل العملات الأخرى. علينا أن نضع هذا في المنظور، كان هناك تباطؤ في الاسترليني، شهدنا خسائر كبيرة في الباوند مقابل فرنك السويسري واليورو وعملات أخرى. الاتجاه الكبير للجنيه الاسترليني لا تزال هبوطية فيما يتعلق بالاتجاه، وعلى الرغم من أننا شهدنا بعض الصفقات وبعض الشورت كافرينج وبعض الاستقرار، إلا أن بنك إنجلترا أمس قال أنه يتعهد برفع معدلات الفائدة لدعم العملة. بنك إنجلترا أعطى الانطباع بأنه سيقوم بأي شيء ممكن لدعم العملة. إذا هذا ما رفع الخوف قليلا، ولكن عندما نظرنا إلى السجلات في البنوك المركزية الأخرى فالدفاع عن العملة بشكل كبير ورفع معدلات الفائدة يوقف العملة من الوقوع إلى القاع، ولكن أعتقد أن هذا ما حدث اليوم، ولكن نأخذ في الاعتبار أن أمامنا طريقا طويلة عن المستويات التي كانت لدينا الأسبوع الماضي الأربعاء الماضي على سبيل المثال. إذا على المدى المتوسط والمدى الطويل سيكون هناك هبوط آخر للباوند. طيب ديفيد، إذا ما استمر ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بهذه الوتيرة، هذا طبعا سيضخم من الفرق ما بين عوائد السندات الأمريكية وعوائد السندات اليابانية، وخلال الفترة الماضية كان الين لديه حساسية كبيرة لهذا الفارق. الين الذي يتداول الآن عند 144.70 تقريبا، أين ترى المستويات المقبولة له خلال الفترة القادمة مع تسعير الاستمرار في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية؟ أعتقد أن الاختلاف بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية هو أمر كبير، ولا أرى التغيير في هذا الأمر على المدى القصير، وبالتالي سوف نشهد استمرار الضغط على الين الياباني. على الرغم من أنه مثير للاهتمام أن كان هناك تدخل من قبل بنك اليابان الأسبوع الماضي، فقد تدخل في السوق وذلك لدعم العملة، وكانت هذه أول مرة منذ فترة طويلة، ويبدو أن
وأن بنك اليابان فعل ذلك كإرسال رسالة للمضاربين بأنهم لن يتمكنوا من الدخول إلى الأسواق، وقد تدخل في السوق ويقول أنه أيضا سيتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر. وإذا استمر ضعف الين الياباني ربما سوف يكون هناك شورت سيلينج، وقد يكون هناك مزيد من التدخل من قبل بنك اليابان. ديفيد مادن من إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.